السلام عليكم، كديرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكل جديد معنا في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الكراتان ديال السلمون. غادي نشوفوا ان شاء الله المقادير. هنا خاصنا هنايا كتشوفوا لي زيبينا او السبانخ. انا خديتها كانت عندي في المجمد بحال ما هكا، يعني اوراق ديال السبانخ. خاصنا بصله، ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم، فلفل اسود، الملح، خاصنا سمك السلمون بحال ما تشكل، وخاصني واحد علبه ديال الكريمه القشده الطريه. اذا ان شاء الله نبداو على بركه الله. اذا اول حاجه غادي ناخذوا هذا الصحن اللي غيمشي للفرن، غنكبوا فيه هذا السبانخ، نقدر في هذا الشكل، وغنديروا هذا السمك بحال ما هكا. يعني طريقه سهله جدا. دابا غناخدو هاد الطحانة، الطحانة ديالنا غندير فيها هاد البصلة، غنقطع البصل، غنطحن كلشي. غناخد هاد الصوص ديال التوم ديالي، غندير القشدة الطرية. هنا غادي نزيد الملح، الفلفل الأسود، غنزيد الملح، وغادي ان شاء الله نطحنو هادشي كله. وكنكبو على هاد الخليط ديالنا، كتجي على هاد الشكل هذا. غادي ندخلو دابا الفران مدة 30 حتى 40 دقيقة، المهم حتى يطيب داكشي، وغادي نشوفو من بعد التقليب. إذا هاد الطبق ديالنا هو خرج من الفران كيجي بحال هاد الشكل. دابا غادي نشوفو التقديم إن شاء الله. إذا هو الطبق النهائي كيجي بحال هاد الشكل هذا. أنا درت كمرافق، درت معاه واحد لابوغي، كيجي لذيذ جدا. نقول لكم حقكم في الجنة إن شاء الله، و حتى الفيديو القادم إن شاء الله.